السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. عندنا يونت 1، بعدنا بالوحدة الأولى الدرس العاشر. I'll always be proud of him. أنا سوف أكون، هاي طبعا مال الويل، سوف، أنا سوف أكون دائما be proud of him، أنا فخورا أو فخورة، لأنه الكلام عن يعني سيدة، أنا سوف أكون دائما فخورة به. خلينا نشوف هذا الولد، خلينا نشوف القصة. يقول read the article، اقرأ المقالة and choose the best title، واختر أفضل عنوان، العنوان الأفضل. راح نشوف، يقول diabetes a deadly disease، مرض السكري مرض مميت، السكري مرض مميت. طيب modern medicine، الطب الحديث أو الدواء الحديث. saved by her 4-year-old son، أنقذت من قبل ابنها ذو الأربعة أعوام. أنقذت، saved by، أنقذت من قبل her 4-year-old son، أنقذت من قبل ابنها ذو الأربعة أعوام أو الأربع سنوات. طيب الأربع سنوات. How telephones save lives. How، كيف الهواتف تنقذ الأرواح. كيف الهواتف، يعني هذا الشوفة شايل الهاتف، كيف الهواتف، هاي النقالة، save lives، تنقذ الأرواح. طيب طبعا ندخل بالارتيكل، هي عبارة عن قصة، ندخل بالقصة أعزائي، ندخل بيها. يقول وين، يقول when 4-year-old، when four year old مصطفى أحمد woke up. لحد هنا هذه الجملة أعزائي، لحد هنا يقول when، عندما مصطفى أحمد ذو الأربع سنوات woke up، استيقظ. he got straight out of bed، هو نهض مباشرة من of bed، من فراشه. out of، بها شوية حركة، out of، نهض من فراشه حركة، straight out of bed، and went to look، وراح مباشرة to look for، يبحث عن his mother، يبحث عن أمه. he was a little puzzled، هو كان مندهشا قليلا. because she normally came into his room first thing in the morning، لأنها يعني هي يعني بشكل طبيعي، يعني عادة بشكل طبيعي normally came into، تأتي إلى شنو، his room، إلى غرفتي، first thing، أول شيء in the morning، يعني أول شيء، يعني أول ما تجي، هي تجي لغرفته. woke him up، هاي أعزائي woke him، هاي الكلمة woke him up، يعني أول شيء هو، يعني أول عادته أنه normally، عادة normally يجي بشكل طبيعي، أول ما تقعد يعني هي تقاعدة، تجي أول شيء أنه تجي woke him up، هذه أعزائي woke him up، تقاعدة، تيقظه من النوم. help him، تساعده to get dressed، وتساعده في get dressed، في أن يلبس ملابسه. he had no idea، لم تكن لديه فكرة. why، لماذا، she wasn't there، لماذا هي لم تكن هناك. that sunny morning، في ذلك الصباح. المشمس in April، في شهر April اللي هو شهر نيسان. he went to look for her، هو ذهب يبحث عنها. in the kitchen، في المطبخ. first، أولا يعني راح يبحث عنها في المطبخ. there was no sign of her there، لم تكن هناك علامة أو إشارة إلى وجودها there، هناك. and the bathroom والحمام was empty، والحمام، المغاسل، كانت فارغة. two أيضا، أعزائي لاحظوا two تجي في آخر الجملة. then he opened، هاي العبارة، then he opened her bedroom، ثم هو فتح her bedroom، غرفة نومها، غرفة يعني دور، هنا شوي الكلمة ما واضحة، باب غرفة نومها. and saw that she was still asleep، ورأى أنها ما تزال asleep، نائمة. he tried to wake her up، هو حاول to wake her up، هو حاول أن wake her up، أن يوقظها. طبعا أعزائي فعل هذا شنو، من phrasal، هذا wake والup phrasal verb.
حاول أن يوقظها by shaking، من خلال هزها، يعني يحركها، شلون يحركها بإيده حتى يقعدها، by shaking shaking her and calling، ويعني ينده عليها، ينده يعني يصيح لها ماما ما يعني اقعديها، شكل calling يناديها، but no avail، ولكن بدون فائدة. For some reason، لسبب معين، he couldn't wake her up، لسبب معين هو لم يوقظها. لطيفة مصطفى's mother اللي هي أم مصطفى suffers from diabetes، تعاني من مرض السكري. This means، هذا يعني she has no control، أنه ما عندها سيطرة، ما عندها سيطرة على her blood pressure، ما عندها سيطرة على السكر، سكر الدم اللي موجود with injections of insulin، اللي موجود يعني اللي يكون عبارة عن شنو، control her sugar with injection، اللي الحقن، هاي الحقن الأنسولين اللي تاخذها اللي يعني حتى تضبط سكر الدم. But sometimes، ولكن أحيانا، the levels of sugar، ولكن أحيانا the levels، مستويات السكر in her blood، في دمها، drop too low، تنخفض بشكل يعني تنخفض جدا، تصير too low، منخفضة جدا، drop تنخفض drop تنزل، too low منخفضة جدا. And then، ومن ثم، she can lose، هي يمكنها lose consciousness، يمكنها أن تفقد الوعي، يعني من يصير البلود، هذا اللي يصير السكر، من يصير منخفض مستويات السكر بالدم مالتها، من تنخفض هي شنو، شو يصير بها، هي يمكن يعني كان يعني لوز، تفقد consciousness، تفقد الوعي، يعني شو نقول احنا، تخرب، يغمى عليها. That is what had happened، ذلك ما حصل، ذلك is، ذلك ما كان قد حصل. During the night، أثناء الليل، لطيفة's blood sugar، سكر الدم في عند لطيفة، had dropped، قد انخفض، very low، انخفض بشكل منخفض جدا، and she had lost، وهي فقدت الوعي، فقدت وعيها، lost consciousness. Without help، بدون وجود مساعدة، she could have died in a few hours، بدون وجود مساعدة هي يمكن أن تموت، يعني in few hours، في غضون ساعات قليلة. مصطفى's father was away، أبو مصطفى كان بعيدا، on business، كان on business trip، كان في رحلة عمل، شغل. So مصطفى، لذلك مصطفى، was the only one، كان الشخص الوحيد، who could، الذي استطاع، help her، الذي استطاع مساعدتها. مصطفى's knew that، مصطفى عرف، that أن when his mother needed sugar quickly، هو عرف أنه عندما أمه تحتاج السكر بسرعة، she usually، هي عادة، drank، تشرب something sweet، تشرب شيء ما حلو. So he went back، لذلك هو عاد، to the kitchen، إلى المطبخ، and took a can of cola، وأخذ علبة من الكولا، هاي الصودا، الكولا، out of the fridge، اللي طلعها من الثلاجة، خارج الثلاجة. He brought it، هو جلبها back to his unconscious mother and tried to wake her drink it، هو جلبها يعني إليها back إلى أمه الفاقدة الوعي، and tried، وحاول to make her، وحاول أن يجعلها تشربها. He couldn't، of course، هو لم يستطع، of course، بالطبع لم يستطع يعني أن يفعل ذلك. So لذلك، after spilling، بعد أن سكب، quite a lot of the cola، بعد أن سكب الكثير من a lot of، الكثير من الكولا، من هاي الكولا، مادة الصودا، المشروب الغازي، on the bed، على الفراش، he decided on another plan، هو قرر أن يقوم بخطة أخرى. شنو هي الخطة الأخرى؟
to call the emergency services. هو أن يتصل بخدمات الطوارئ. Locally, لحسن الحظ, his grandmother, أن جدته, had taught him, قد علمته, how, كيفية, to do that, كيفية عمل ذلك, just the previous week, فقط الأسبوع الماضي, علمته بالأسبوع الماضي شلون يتصل بخدمات الطوارئ. زين, هنا ده يحكي ويا نفسه. طبعا انا اعزائي قال اي لا هنا لطيفة طبعا قال I can't remember a thing about all this. طبعا الحكي اللطيفة لطيفة جاي تحكي لي هم, قالت انا لا استطيع تذكر يعني شيء اي شيء about all this, حول كل ما جرى كل ذلك. لطيفة says لطيفة قالت but مصطفى, لكن مصطفى called the emergency service all on his own, ولكن مصطفى اتصل بخدمات الطوارئ. All on his own, يعني بنفسه, هو بنفسه جميع الشيء اللي أنا ما أتذكره يعني هنا ذاك اليوم مصطفى هو قام به بنفسه. Emergency operator صفية خوري, صفية الخوري, صفية خوري طبعا هاي اللي موجودة يعني operator اللي كانت يعني اللي موجودة بالطوارئ operator. طبعا هم operator يجي مشغل او مدير او يعني الشخص اللي موجود هناك كان بالطوارئ. took the call يعني اخذ الاتصال, الاتصال صار عنده. the little boy was very calm, الولد الصغير كان هادئا جدا. he just said, هو فقط قال my mommy is sick, امي مريضة. She needs a doctor, هي تحتاج طبيبا. I asked him, أنا طلبت منه for his address, طلبت منه عنوانه. And he told me, وهو أخبرني. هذا الحكي المن, هذا الحكي الصفية الخوري, صفية خوري. An ambulance arrived at the house 15 minutes later, يقول سيارة ambulance, سيارة إسعاف arrived, وصلت at the house, وصلت إلى البيت 15 minutes later, بعد 15 دقيقة ربع ساعة. مصطفى had to stand on a chair to open the front door for the paramedics. يقول مصطفى كان يتوجب عليه stand on, أن يقف على كرسي, يقف على كرسي. stand on a chair يعني مو هي هذا مو جوي, فلما يجوي ذول الطوارئ من دقوا الباب. طبعا هو لين قصير, لين قصير عمره 4 سنوات, كان يتوجب عليه to stand on a chair, كان لازم يوقف على كرسي, يوقف على كرسي من أجل to open the front door, من أجل أن يفتح الباب الأمامي for the paramedics, بالنسبة يفتح الباب للمعالجين. They rushed upstairs, هم اندفعوا الى upstairs للطابق العلوي. found لطيفة, وجدوا لطيفة unconscious, وجدوا لطيفة فاقد الوعي. and spotted her, اشفوا واكتشفوا البطاقة, لانه هذا عنده اللي عنده يعني شلون الامراض هاي المزمنة, عنده بطاقة مال identity card, هاي البطاقة هوية التعريف مال ايش, مال الانسولين اللي يستخدمون الانسولين. they knew at once, هم عرفوا فورا that she was diabetic, عرفوا انها شخص مصاب بالسكري. and gave her, واعطوها an injection, واعطوها حقنة to raise her blood sugar, من اجل رفع رفع level مستوى السكر بالدم عندها. لطيفة regained consciousness, لطيفة استعادت وعيها very quickly بسرعة. I'll always be proud of مصطفى, أنا دائما سوف أكون فخورة بمصطفى. لطيفة says, لطيفة قالت, لطيفة قالت he was calm, هو كان هادئا, and intelligent, وذكيا, when he needed to be, عندما يعني هو كان يعني هادئ وذكي عندما هو يحتاج إلى أن يكون كذلك. and that's how he saved my life, وبذلك هذه بالطريقة اللي يعني أنقذ بها, saved my life, أنقذ حياتي. أعزائي
هنا ورا ما انتهت هاي القصة، يعني هذا مصطفى موقفه حلو وشخص ذكي وكلكم اذكياء ان شاء الله. يقول ناو دو اكسرسايزز، لا نقوم بحل التمارين من الاي للدين، ذا اكتيفيتي بوك. احنا بعد لسن 10، عندنا لسن 10 اعزائي، صفحة 24 الدرس العاشر كتاب النشاط. راح يقول لي هنا find words or phrases، جد كلمات او عبارات in the text في النص. On page 13 of the student book، في الصفحة 13 من كتاب الطالب. That have a similar، التي تحتوي على similar meaning، تحتوي على معنى متشابه متقارب to these words، لهذه الكلمات or phrases او العبارات. راح نشوفها ساعة نكبرها لكم شوية. زين عندنا surprised مندهش او متحير، مندهش puzzled متحير او مندهش نفس المعنى، surprised تجي مندهش، puzzled متحير او مرتبك. طيب pushing يدفع، shaking يحرك. without success بدون نجاح، to no avail بلا جدوى. faint يغمى عليه، lose consciousness، لاحظوا اعزائي المتقارب يفقد الوعي او فقدان الوعي. dropping يسقط مثلا water milk etc الى اخره، يسقط مي ما milk. spilling ايضا يسكب او يسقط. طيب the police the firemen the ambulance، هذول من هم الشرطه. the fire department هذول القسم الاطفاء، هذول الاطفائيه. امبلانس هذه سيارة الإسعاف، دول شو يسموهم؟ The emergency services، خدمات الطوارئ. طيب ننزل شوي، medical helpers medical helpers المساعدون، مساعدون الطبيون. not doctors or nurses nurses، دول شنو؟ المساعدون الطبيون، دول المساعدين اللي هم ليسوا أطباء or nurses، ولا ممرضات، ولا ممرضين او ممرضات. من هم باراميديكس؟ دول المسعفين، دول من هم المسعفين، لا هم ممرضين او ممرضات او اطباء او طبيبات، هم معينين او مساعدين طبيين. ووك اب استيقظ ريجين كونشسنس يستعيد الوعي، يستعيد كونشسنس الوعي. فووك اب يستيقظ تقريبا نفس المعنى. زين معنى متقارب، معنى متقارب، ها مو نفس المعنى، واحد مع المعنى المتقارب. اعزائي انتبهوا عليه بالنسبه للمرادفات، يعني هذه المعنى معنى متقارب، اولا معنى متقارب ووفقا للقطعه ما تمليه القطعه. يعني هذا ووك اب يستيقظ، ممكن اقول استيقظ من النوم، استيقظت الاعتياديه. سيناريو جين كونشسنس يستعيد الوعي، اكو معنى متقارب وليس المعنى متراد، يعني نفس التقارب. اوكي put these notes in the correct order، ضع هذه الملاحظات in the correct order في الترتيب الصحيح. number them رقمهن من الواحد 1 to 7، الواحد 7. هسه راح نروح اعزائي نعطيكم الحل راسا. هنا هو حل اول وحده، رقم واحد boy finds diabetic mother unconscious، الولد وجد الام المصابه بالسكري، مريضه السكري، unconscious فاقدة للوعي. النقطة الثانية شنو؟ boy tries الولد حاول to give mother أن يعطي الأم sweet drink، أن يعطي الأم شرابا حلوا اللي هو الكولا. زين ثلاثة boy phones emergency services الولد اتصل بالخدمات الطوارئ. عندنا أعزائي هنا الولد اتصل بخدمات الطوارئ. عندنا four ambulance arrives at house، الامبولانس سيارة الإسعاف وصلت إلى وصلت البيت، وصلت البيت. طبعا هاي أربعة. الخامسة boy opens الولد فتح الدور to the paramedics إلى المسعفين المعالجين، ذول المسعفين. 6 paramedics give injection المسعفين أعطوا يعني قاموا يعطون injection حقنة. زين السابعة والأخيرة mother regains and regain consciousness الأم استعادت أعزائي استعادت الوعي، استعادت وعيها، وهاي النقطة هي السابعة. أوكي عندنا أعزائي عندنا سي يقول لي cover the text on page 13 of student book. هنا يقول لي cover معنى غطي، يعني معنى أغلق. يعني هنا يطلب المدرس طبعا، هنا هذا نشاط بالصف، هذا نشاط صفي، ممكن شنو
كل مدرس يقول لهم سدوا الكتب، سدوا الكتب مال صفحة 13 سدوها، وبعدين شنو يطلب منهم المدرس؟ يوز ذا نوتس، استخدم الملاحظات أباف، استخدم الملاحظات أعلى، هاي الملاحظات اللي موجودة استخدمها، استخدموها طبعا، وإضافة للقصة اللي موجودة، تو ريتيل لإعادة يعني سرد، ريتيل إعادة سرد ذا ستوري القصة، as much details as you can remember. يقول ضيف، ضيف تفاصيل قدر ما تستطيع، ديتيل، ديتيل تفصيل، as much as you can remember، ايش قد ما يعني الطالب يقدر يتذكر، يقدر يضيف تفاصيل على القصه. take turns، سووا تناوب طبعا، saying the sentence each، يعني كل شخص يعني شلون نقول يعني يتناوبون، يعني كل واحد يحكي له فد عباره، يحكي له فد حدث صار اثناء القصه اللي صارت. use appropriate linking words، واستخدموا الكلمات الربط المناسب. هنا اعزائي طبعا هذا نشاط بالصف، هذا مثلا المدرس ممكن يقول لهم سدوا الكتب، ويقسم يتم تقسيم الصف الى اربع جروبات، تم تقسيم الصف الى اربع جروبات، كل جروب مثلا يقرؤون طبعا، يحاولون ويا نفسهم شنو، يحاولون كل من يذكرون طبعا بالتناوب، كل طالب يقول فد فقرة، فد حدث من هاي الأحداث أو داخل القصة نفسها بشيء من التفصيل. يعني كل جروب تذكر، الصف يتقسم إلى أربع أقسام، وبعدين يتم يعني اختيار جروبين، يتم اختيار جروبين من ذن الجروبين، يتم اختيار أفضل قصة، أفضل سرد يعني طبعا، وهذا الأفضل من خلال دول اللي يعني أفضل سرد يكون للقصة، أفضل سرد راح يتم الجروبات، ينسي طبعا الجروب بي مثلا، الجروب اللي عنده طبعا، الجروب أيضا يقسم إلى تايمر، هاي تعرفوها يعني إن شاء الله أعزائي يعرف المدرس التايمر، وال يعني المتحدث طبعا، المتحدث باسم الجروب، فهذا المتحدث الثاني يقول أفضل سرد كان من قبل الجروبات للقصة طبعا، ويتم اختياره واعتماده، نشاط بالصف يتم أعزائي لتقوية اللغة وهكذا. أعزائي هسه هذا انتهت صفحة 24 كتاب النشاط. صفحة 25 بكتاب النشاط يقول لي هنا write a summary، اكتب موجز of the text للنص in 100 to 120 words، من 100 إلى 120 كلمة. start and end like this، يقول ابدأ وانهي مثل like this هكذا، ابدأ وانهي like this هكذا، يعني على هذا النحو. يقول little مصطفى أحمد، مصطفى أحمد الصغير little was surprised، كان مندهشا، when his mother، عندما أمه didn't come into his room، عندما أمه لم تأتي إلى غرفته، إلى غرفته his room one morning، في أحد الأصبوحات، في أحد الصباحة يعني أحد الأصبوحات ما أجدت الغرفته. راح نبدي هالشكل أعزائي وننهي ب نقول لطيفة، لطيفة is very proud of his clever son، لطيفة فخورة جدا بابنها الذكي، أعزائي بولدها ابنها الذكي son ابن. طبعا هذا أعزائي هنا الإنشاء اللي مكتوب، وهذا السمري اللي موجود. راح نقول little مصطفى أحمد was surprised، مصطفى أحمد الصغير كان مندهشا، نبدي منه. يقول فين كبرها لكم أعزائي، يقول little مصطفى أحمد was surprised when his mother didn't come into، مصطفى أحمد الصغير كان مندهشا عندما his mother، عندما أمه didn't come into، لم تأتي إلى his room، إلى غرفته one morning، في أحد الصباحات، في أحد ال one morning، he straightly went to look for her in the kitchen، هو رأسا هو مباشرة ذهب to look for her، ذهب يبحث، ذهب للبحث عنها in the kitchen في المطبخ، but he found her in the bedroom unconsciousness، ولكنه وجدها in the bedroom في غرفة النوم فاقدة الوعي unconsciousness. he tried to، هو حاول and شنو wake her up but he failed، حاول أن يوقظها ولكنه فشل. he knew that she suffers، هو عرف أنها تعاني، أنها suffers تعاني from diabetes، diabetes هي، هو عرف أنها تعاني من مرض السكري.
the levels of sugar in her blood, مستويات السكر في دمها dropped to low, انخفضت بشكل كبير جدا, to low, منخفضة جدا, يعني انخفضت انخفاض كبير, to low, to لا حد, يعني لا يمكن احتماله, to, اكون عبارت عندنا so وقعدنا to, هاي الجمع جاء نشرح لكم اياها ان شاء الله. مصطفى, مصطفى gave her, مصطفى اعطاها a can of cola, اعطاها علبة من الصودا, هاي الكولا, علبة من الكولا. He split it on the bed, هو اسقطها يعني سكبها, سكب العلبة وما تحتوي, on the bed, على الفراش. He decided to call the, هو قرر ان يتصل بشنو, the emergency services, بخدمات الطوارئ, which his grandmother والتي يعني جدته taught him, علمته to do a week ago, علمته ان يفعل ذلك في قبل اسبوع مضى. ago اعزائي تجي اخر الجملة, خاف تجيكم, والزمن يكون شنو, الزمن يكون ماضي. immediately, حالا, an ambulance, سيارة اسعاف, arrived, وصلت, and give لطيفة, واعطت لطيفة مصطفى's mother, ام مصطفى, an injection, حقنة of insulin, حقنة من الانسولين, to raise the level of her blood sugar, لرفع مستوى سكر الدم لديها. Locally, لحسن الحظ, she regained her consciousness quickly, لحسن الحظ هي استعادت وعيها quickly, بسرعة. لطيفة, لطيفة is very proud of her clever son, لطيفة فخورة جدا بابنها الذكي, ابنها الشاطر. أعزائي هسا انتهى هذا الإنشاء. أعزائي تقدرون توقفون الفيديو, تقدرون وياي تكتبوا شلون ما تريدون, يعني موجز سمري يعني يفيدك هذا الإنشاء. وأعزائي انتهى هسا هذا بعض الكلمات, تعرف the proud فخور, diabetes سكري, wake up يستيقظ, straight مباشرة, puzzled مرتبك متحير, normally عادة, empty فارغ, طبعا ال P لا يلفظ, shaking يهتز, to no avail بلا فائدة, injections حقن, drop يهبط, lose يفقد, consciousness الوعي, trip رحلة, والوالدة كان برحلة, والد الولد الصغير مصطفى, كان علبة, وspilling يسكب, preview سابق, paramedics هذول المسعفين, rushed اندفع, spotted استكشفه عرفوا هذول المسعفين, regain يسترد يستعيد الوعي. طيب عندنا بعض الأسئلة اللي أعزائي, أسئلة وأجوبة نستفاد من عندها. Why, طبعا answer the following questions, أجب عن الأسئلة التالية, خاف تجيكم. Number 1, why was مصطفى a little puzzled, لماذا كان مرتبك متحير قليلا, مصطفى لماذا, he was a little puzzled, هو كان مرتبكا متحيرا قليلا, because his mother didn't come into his room, لأن أمه لم تأتي إلى غرفته. طبعا هاي ترجمتها أعزائي موجودة. طيب, what did the mother normally do every morning, ماذا الأم عادة يعني بشكل طبيعي عادة do, تفعل كل صباح, she normally walk him up, هي عادة, طبعا phrasal verb, فعل مركب, فعل تعبيري مركب متكون من walk, طبعا هذا الماضي مال wake, و up, و him صاير المفعول به. طبعا هنا عندنا الفاعل, لاحظوا اعزائي هذا فاعل, هذا ظرف, هذا الفعل المركب متكون من شقين, متكون من فعل وهذا حرف الجر, اوكي proposition, وهذا الهم هو المفعول به اللي وقع عليه الفعل اللي هو مصطفى. She normally walk him up, and طبعا ربطنا and, انتقلنا الى كلمة جديدة, لاحظوا ان هذه صارت جملة مركبة اعزائي, هذا بعدين ان شاء الله نشرح لكم الموضوع. and و help him وتساعده, to get dressed في, طبعا هذا هم ايضا فعل مركب بس هنا شوي يختلف, كلمتين من شقين بس غير الموضوع, تساعده ان يرتدي ملابسه. طيب, how did he try to wake her up, كيف هو حاول ان يوقظها, he tried to wake her up by shaking her and calling, وحاول ان يوقظها يقعدها من النوم, by من خلال shaking her, من خلال يعني يهزها, يعني والله ايش كاتب لنا الاستاذ, هزها, نعم طريقه هزها يعني shake her,
يهزها، يعني شلون نقول يوعيها هير من خلال ايده مثلا، يمد ايده ويحرك، يعني سوف تحرك نقول يوعيها هير اند كولينج، وينادي او يعني يصيح، يصيح عليها. What does Latifa what does Latifa Latifa suffer from، ماذا يعني كان لطيفة من ايش كانت تعاني؟ She suffered from diabetes، كانت تعاني من مرض السكري. How do the diabetics كيف انه هذول مرض السكري diabetics have to do every day، يعني ماذا هذول المرضى بالسكري have to يجب عليهم ان يفعلوا كل يوم؟ They have to have يجب عليهم ان يتناولوا، لاحظوا هنا اعزائي ال have to الزام، ال have to الزام، they have to هم يتوجب عليهم، to have تجي يعني هنا يتناول او ياخذ، they have to have هم يجب عليهم ان يتناول يعني ياخذوا injections حقن of insulin مادة الانسولين حتى تعادل نسبة السكر. How does she control her blood sugar، كيف هي يعني تسيطر على السكر الدم عندها؟ She controls her blood sugar، هي تسيطر على سكر الدم لديها with injections of insulin باستعمال هنا تجي بي حقن الانسولين. Where was Mustafa's father at that time، اين كان ابو مصطفى في ذلك الوقت؟ He was away، هو كان بعيدا، on a business trip، كان في رحلة عمل. Why did مصطفى take a can of cola out of the fridge، لماذا مصطفى أخذ يعني علبة كولا، علبة كولا هاي علبة الكولا، out of أخرجها من الثلاجة. He took it، هو أخرجها، تعود على الكولا، ال can of cola to، لاحظوا أعزائي أنه هذا a can of cola هنا مفعول به، لاحظوا استعاضين عليه بإت ضمير، to raise her mother's blood sugar، لرفع السكر مال الأم، mother's blood sugar، لاحظوا أن هذا SS التملك يرجع على الشيء اللي يعود للأم. What did he decide، ماذا هو قرر وين عندما the mother remained unconscious، ماذا هو قرر عندما الأم بقت غير واعية، قد فقد الوعي؟ He decided، هو قرر، to call the emergency services، هو قرر انه يتصل بخدمات الطوارئ. When the mother remained unconsciousness، عندما الام بقت غير يعني مستيقظة، او عندما بقت فاقدة الوعي. Why did he have to stand on a chair، لماذا هو كان يتوجب عليه ان يقف على كرسي؟ He had to stand on a chair to open the front door، هو كان يتوجب عليه ان يقف على كرسي، to open the front door، ليفتح الامام الخلف، for the paramedics، ليش اعزائي؟ طبعا هاي بها فكره، ليش يتوجب عليه؟ لان هو شورت، لان هو قصير، لان ولد صغير قصير ما يقدر، فكان لازم يخلي كرسي حتى يكون طويل حتى يقدر يفتح الباب. What did the paramedics do، ماذا فعل المسعفون؟ Why، ولماذا the paramedics gave، أعطوا لطيفة أن إنجكشن، أعطوها حقنة، to raise، لرفع هير ليفل، لرفع مستوى سكر الدم. Why was لطيفة proud of مصطفى، لماذا لطيفة يعني كانت فخورة بمصطفى؟ She was proud of him because، بسبب he was calm، لأنه كان هادئا، and intelligent، وذكيا، when he saved her life، عندما هو أنقذ حياتها. أعزائي هاي أسئلة وأجوبة، أعزائي تفيدكم إن شاء الله بالإجابة على الأسئلة اللي خاف تجيكم على هاي القطعة مع الكلمات المهمة اللي بيها. أتمنى الدرس أعجبكم، للأستاذ الدرس أعجبكم، هاي بالاستعانة بملزمة الأستاذ خضير القريشي، وتقبلوا أطيب تحياتي، والتقيكم بدرس